كان في تفاوض من أندية مصرية، من الزمالك، من الأهلي، من بيراميدز، ولا الكلام ده؟ لا انا برضو سمعت بس مفيش حاجة جات لي. انا دلوقتي يعني مركز في الاحتراف لاني واخد دلوقتي الهداف الدوري وهداف فريقي وبتمرن مع الفريق الاول، ويعني حاليا انا مركز بره. ويعني لو رجعت مصر ممكن انا يعني ارجع نادي الاهلي لانه بيتي وعايز. يعني انت لو فضلت انك ترجع مصر فهترجع على الاهلي. بس يعني انا حاليا طبعا هدفي الاحتراف، بس يعني الكوره ما نعرفش فيها ايه، فممكن يعني اهلي بيتي بصراحه. تمام. طيب هل في عروض ليك في الدوري الايطالي؟ في بعض من العروض بس حاليا دلوقتي عايز اركز في مع اودينيزي، لاني عايز اشارك ان شاء الله معاهم واعدي بشكل كويس. الموسم الماضي انت كنت صعدت للفريق الاول في اودينيزي، وكنت شاركت، يعني كنت متواجد على دكه الاحتياط لمده 6 مباريات. الموسم الحالي هل اتكلمت مع النادي؟ هل اتكلمت مع المدير الفني ان انت تكون موجود وتشارك، ولا الموضوع ايه؟ هتبقى برضه في الرديف اما تصعد للفريق الاول؟ لا هم قالوا لي ان انا السنه دي ان شاء الله اتمرن مع فريق اول دايما وانزل العب ماتشات في الدوري مع فرقتي، وان شاء الله لو في امكانيه اشارك برضو في السيريا. بالنسبة للحديث عن الأندية المصرية وإن أنت جالك عروض ولا لأ، عايزين نعرف أنت إزاي مشيت من النادي الأهلي؟ الكواليس بالظبط إيه اللي حصل؟ خاصة إنك لا انا كنت في الاهلي لعبت فيها سنتين، كنت برضو واخد الهداف الفريق وكنت مبسوط جدا، بس والدي جاله ظروف صحية وساعتها في مصر كان في ثورة، وكنت عايش مع والدتي هي أجنبية فمعرفتش، كانت صعب يعني الأمور نعيش في القاهرة لوحدينا، فسافرنا إيطاليا واستقريت هناك يعني مع فريق اودينيز.